الفنان المصري أحمد سعد صود ما بيختلف عليه اثنين، ومؤخرا صار مرتبط برمضان بشكل كبير من بعد ما ارتبط اسمه بتترات كثيرة آخرة في رمضان الماضي، تتر مسلسل البرنس لمحمد رمضان. لكن في هذا رمضان التترات كان فيها دوز عالي من أحمد سعد، وبدل تتر واحد هذه السنة بيطلع على العالم عبر صوته بتترين في مسلسلين كبار هم الاختيار لكريم عبد العزيز وأحمد مكي، الاختيار الجزء الثاني طبعا، ومسلسل ظل راجل بطولة ياسر جلال. وينضم إلينا من القاهرة الفنان أحمد سعد. أهلا فيك معنا يا أحمد، نورنا، كل سنة وإنت بألف خير. كل سنة وانت طيبة يا سارة، وسنة سعيدة عليك وعلى كل الجمهور العربي أجمعين. يا رب سنة تكون خير ويبعد عننا كل الوباء ويبعد عننا كل حاجة وحشة يا رب. آمين إن شاء الله. بس أنت عد عليك موضوع كورونا تمام يا أحمد؟ إن شاء الله ما انصبت، ما صار شيء يعني لحد اللحظة اللي احنا فيها دي؟ لا الحمد لله مش مضمونة يعني أصل بيبقى فرق بين حاجات وحاجات، يعني بيبقى دقايق بينك وبين الكورونا، ممكن تقول ما جاليش ويبقى الراجل اللي واقف بيصورني ده عنده كورونا دلوقتي بس هو لابس كمامة يعني لا لا ان شاء الله خير والامور كلها تمام والله يسلمك احمد. يعني نحن نقدر نسميك ملك التترات انت؟ والله يعني شكرا، والله ده لقب جميل. بس انا يعني هقول لك الاول هو ايه سبب ان انا بحب التترات وبعمله كويس. أيوة. المرحوم الموسيقاري الكبير عمار الشريعي اول حد في حياتي اشتغلت معاه في التترات، فقال لي حاجه جميله قوي. قال لي لما نيجي نغني، احنا لما بنيجي نغني في العادي وبنعمل اغنيه، فبنقف كل واحد مثلا بيفتكر موضوع يخصه المطرب، هو ده الإحساس، إنك بتسمع كلام الغنوة وتترجمها على موضوع يخصك أنت. إنما في موضوع الأغاني التترات أنت لازم، قال لي لما تقف تغني التتر لازم تبقى أنت البطل، مش تبقى قصتك أنت، تبقى قصة الموضوع. فابتديت كل ما يجي لي تتر مسلسل أبقى عايز أعرف قصة الموضوع إيه. أيوة. البطل بيعمل إيه، أبعاد شخصيته إيه، وأقف أتقمص إن أنا هو ده الشخص. فيمكن ده خلاني يعني من يعني متميز شوية في الموضوع ده. متميز كثير يا أحمد، ما تتواضع يعني بدا الموضوع، بس حبيبتي. أكيد كمان الاختيار كان مختلف. ده موضوع بالنسبة لي بقى كمان كان مختلف جدا، لأن الاختيار بقى مش قصة أسطورية. يعني مش قصة يعني حد مؤلفها، لا دي قصة حقيقية. يعني الناس اللي أنا بقعد أسمع، قعدت سمعت قصص إن إحنا بنعلن عنهم، دي الناس ماتت وضحت بحياتهم عشاني أنا شخصيا اللي واقف بيغني. يعني دي ناس أنا حسيت إن أنا عندي مسؤولية، حسيت إن أنا واقف أغني أمهات كتير بتسمعني، راح منها أولادها وأمهات شهداء وأبهات وعائلات شهداء كتير هيقعدوا يسمعوني. هل أنا هعبر عنهم؟ هيحسوا إن أنا بقول كلمة بتعبر عن، بتقويهم أو بتساعدهم أو بتواسيهم؟ أيوه. فهو ده اللي كان بالنسبة لي موضوع، يعني بالنسبة للاختيار بالذات كان موضوع مهم قوي. أيوه. فقعدت كذا مرة أروح الاستوديو أغني وبعد كده أرجع تاني أقول لا لسه تاني، واروح تاني لحد ما الحمد لله يعني طلع بشكل اعتقد ان هو مناسب يعني والناس حبته يعني. ايوه لا جميل. بس اللي استغربناه كمان السنه انه انت عاده مرتبط باخوك عمرو سعد طبعا النجم الكبير، بس ما غنيت له تتر ملوك الجدعنه. والله عمرو انا مرتبط بيه كمان نفسيا يعني مش مرتبط بيه فنيا بس انا مرتبط بعمرو نفسيا. عمرو اخويا اللي انا كمان يعني اخويا كمان، انا اخواتي كلهم بحبهم طبعا جدا، بس عمرو كمان بحبه جدا لاني بعرف اتفاهم معاه وهو في نفس يعني يمكن في نفس الوسط اللي انا موجود فيه، فاكيد بساله في كل حاجه. بس هو السنه دي كان عامل موسيقى العظيم الموسيقار الكبير ياسر عبد الرحمن. أيوة. وده شيء انا شجعته عليه لانني انا شخصيا بحب ياسر عبد الرحمن جدا جدا، فانا شجعته عليه. بس ده ما يمنعش برضو ان اقول لك مفاجاه، والمفاجاه دي اول مره اقولها، يعني ان انا برضو هعمل معاه اغنيه بس جوه المسلسل. يعني جوه المسلسل. هل عندك اي اعمال اخرى جوه مسلسلات ثانيه؟ والله انا انت قلتي الاول الاعمال اللي انا عملتها بتاعت الفنان الحبيب قلبي ياسر جلال. أيوة. انا بحبه جدا على فكره ياسر. أيوة. جلال على المستوى الشخصي يعني. عملنا اغنيه جوه، والمسلسل الاختيار كمان عملنا التتر البدايه،
وكان عملت أغنية جوه، وكان لي الشرف إن أشتغل مع الكينج بتاعنا والكينج بتاع الناس كلها، الفنان الكبير محمد منير. أنا بحبه جدا جدا، وكان يمكن أنا أول مرة أبقى جوه عمل وهو موجود فيه، طبعا لا مقارنة يعني، لأن هو عظيم تاريخا وقيمة وقامة، فهو شيء عظيم. بس كان أنا اللي كان لي عندي الشرف الكبير إن أكون موجود معاه بغنوة بس جوه المسلسل يعني، وأغنية التتر، فده شيء بالنسبة لي شرفني جدا يعني. طب حلو أحمد، يعني خليني أنتقل معاك لموضوع تاني. أنت كمان كنت ضيف حلقة يعني غير شكل صراحة في برنامج رامز جلال السنة، رامز عقلطار، لدرجة يعني أنه وقع الاختيار على حلقتك لعرضها الحلقة الأولى من البرنامج. خلينا نشوف مقتطفاتنا الحلقة ونرجع نكلمك عنها. He's a brave guy. احنا اصحاب حماده، احنا اصحاب. اهدى، لا لا لا، بص بص، هنقع واحنا زحله. لا لا احمد لا 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 مش صاحبي. يلا بس خلاص يا احمد، كل الكلام اتشفر، ما سمعنا شيء الا توت توت بس هو انا مظلوم والله، مظلوم. عدد الصفارات اكتر من عدد الشتايم. عدد الشتايم كان اقل، بس في صفارتين على فكره انا مظلوم فيهم. لا واضح انت ما خليت يعني في عندك، انا والله هم ما في اكتر من 5 شتايم، بس هم 7 صفارات، فانا اطالب بحذف صفارتين والكشف عن هويتي الحقيقيه. ونسمع ايش قلت يعني، لانه واضح انك بدعت يعني في الشتايم. والله مش عارف ايه والله دي مش شخصيتي على فكره يا احمد، بس يعني اوكي الموقف صعب، بس انت ما كنت عارف بيننا وبين بعض يعني، ما كنت عارف. لا والله 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 ابدا. انا عايز اقول لك على حاجه يعني، كل هو ضرب لي كل اللي انا عارفه. اولا في ناس انا عارف ان هي بتتكلم يعني نيابه عن رامز، ان هي بتبقى جايبه ضيوف من مصر، مش هي الناس اللي اتكلمت خالص. أوكي. ناس تانية خالص ما لهاش علاقه خالص، ما اعتقدش ان هي ليها علاقه برامز. وبعدين موسم الرياض كمان انا ما جاش في بالي خالص، هو بيصور في دبي دايما وبيعمل حاجات موسم الرياض، وبعدين عمل الرياض وهيئه الترفيه في الكورونا وهيئه الترفيه. وعلى فكره هيئه الترفيه فعلا انا معايا دلوقتي الفيزا، فعلا الفيزا جايه لي من هيئه الترفيه وجايه بدعوه رسميه يعني. ما تخرش الميه. المهم ان انا كمان كنا في الكورونا كمان، فلما رحنا شبه اتعمل لنا حجر، ما بقيناش عارفين نشوف مين اللي شغال، مين معانا، مين كرو، مين اي حاجه لمده يوم. ورحنا على الموضوع، انا بصي يعني ابتديت احس ان في حاجه مش يعني مش فاهمها، بس مش عارف ايه هو الموضوع، مش قادر افهم ايه هو الموضوع خالص. بس لما بقيت بقى ابتديت ان في يعني ابتديت اتعصب، لان في كان في غباء مفرط يعني في الحاجات. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، ان الارتفاع كبير قوي يعني. عايز اقول لك والله العظيم ان الارتفاع كبير جدا، هو باين في الكاميرا صغير بس هو بالظبط 10 متر يعني 4 ادوار يعني، رماني من فوق عماره. فانا بصراحه مش عارف اقول لك، هو باين بقى، هو كل حاجه اتكشفت خلاص، انا مش محتاج ابرر. بس يعني رامز لازال صديقك ولا خلاص قطعت العلاقه؟ والله بصي، هو انا قطعت العلاقه، هو انا قاطعها من قبليها عشان خايف من اليوم ده. بفهمك. بس هو ما بيرحمش، مش هتقطعها يجيبك، مش هو ما بيهزرش. بفهمك. احمد كمان يعني، يمكن خلينا نبعد شويه عن موضوع رامز وارجعك شويه لاعمالك انت الفنيه. كان عندك كمان عملت انشوده دينيه كمان اطلقتها لنا. دي
هو ده ألبوم كامل ديني أنا عامله وعامل بقى حاجة يعني كويسة جدا. العالم كله بيتجه دلوقتي لإنك تعمل دويتوهات إنك تعمل للناس يعني وجبة دسمة فيها كذا حد بيعمل. فأنا قلت كمان ليه ما نعملش في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأغاني الدينية أو التهالات أو التوشيح يعني نعمل كمان كده. بس أنا عملت كده بقى في عندنا منشدين في مصر. طبعا في منشدين في الوطن العربي كله يعني أكيد. أنا بسمعهم عظماء يعني بس أنا اللي قدرت يعني أحصل عليهم لأنهم موجودين حواليا في مصر هم المنشدين المصريين الشباب اللي هم دلوقتي بيبقوا موجودين في صلاة الفجر وموجودين في أي أنشودة دينية أو حاجات من النوع ده. فأنا كلمتهم كلهم قلت لهم إيه رأيكم نعمل مع بعض كل دعاء دويتو مع بعض. هم بصراحة رحبوا وده شيء كان جميل قوي. فأنا نزلت أول دعاء منهم أنا والمطرب يعني وائل فاشني والمنشد وائل فاشني. وائل فاشني عنده خاصيات كتير قوي مطرب ومنشد وكل حاجة. ولسه إن شاء الله الأسبوع ده اليومين الجايين دول هننزل التاني. تسمعنا منها شيء يا أحمد إذا ممكن. ماشي. في كل يوم بصحى وبقوم ما بين شروق وبين غروب يوم يفوت مش داري بيه وانا فيه بعيش وما همنيش ازاي وفين انا بعمل ايه. في كل يوم بصحى وبقوم. الله يسلم لي صوتك يسلم لي صوتك حبيبتي. الله يخليك الله يخليك. انا مضطر اروح فاصل وارجع ونكمل حوارنا. مستمتعة جدا بالحوار معك. ممكن اجي معاك الفاصل؟ هتجي معانا اجي معاك الفصل فاصل وحنرجع مع بعض يا احمد. يلا ونعود لضيفنا الفنان احمد سعد. اهلا فيك من جديد. رجعنا تاني مع بعض. احمد في عندي طلبات كثير على كثير اغاني جلسه كل وقت غني بس في طلب لأشكال مين تكرر كثير. هل ممكن تبدأ لنا فيها ونكمل حوارنا؟ ماشي يلا بينا. أشكال مين واحكي لمين علي جرالي علي جرالي في الهوى ضيعت ليه حلم السنين ضيعت ليه حلمنا سوا وبات الغرام بات أوام وانا اللي فكرك ليه دوا بات الغرام بات أوام وانا اللي فكرك ليا دواء وانا اللي فكرك ليا دواء. انا سعيده انا سعيده صراحه بوجودنا معك وبسماع صوتك صراحه. يعطيك العافيه يا احمد. احمد حابه انقلك على مواضيع ثانيه. الصوت هذا والفن الرائع هذا والاداء هذا كله لكن كمان في اهتمام طول الوقت بحياتك الشخصيه على طول عناوين عناوين عناوين. ايش السر يا احمد؟ انا مسجل علاقات معروفه دي يعني خلاص اسمي بكل الاقسام محطوط وانتد علاقات حبيبي انت يا احمد يبدو الحب يورطك مطلوب ماشي بقى اكيد يعني نخش في الموضوع. يعني انت حبيب بتمني يا ساره انت حبيب انت حبيب والحب يدخلك في مشاكل يبدو بيني وبينك انا اتحب. انا مش بقول كده عشان انا قاعد انا بقول كده في غيابي فانت بتتحب والبنات بيتحدفوا عليك وعساش كده بتتزوجهم
لا والله والله مش دي الحقيقة والله بجد. طيب. يعني بيبقى عندك تجارب، بيبقى عندك تجارب في الحياة الناس بس بتشوف يعني دايما الأحداث بتاعتها، يعني بيشوفوا النتيجة بس ما بيشوفوش احنا حصلت ايه وحصل. يعني ممكن يكون في ناس عندها برضو تجارب زي، بس مش الناس مش عامله عليها فوكس قوي. أيوة. يعني انا برضو عندي تجارب ممكن تكون ناجحه، ممكن اكون انا في تجارب انا ما كنتش كويس فيها، في تجارب اللي قدامي ما كانش كويس فيها. هو الفوكس ليه عليك انت يا احمد؟ انت بتتكلم في الموضوع ولا البوستات ولا السوشيال ميديا؟ انا مظلوم ولا هم الستات ولا بتلوم مين في الموضوع؟ لا ممكن انا مش عارف والله. هو الموضوع خلاص انا زي ما قلت لك انا وصلت لنتيجه معينه ان اي علاقه ليا خلاص بقينا دلوقتي الناس بتبص على الموضوع، لان عندي علاقات برضو انا بشوف انها غريبه شويه. يعني بشوف ان علاقاتي غريبه، يعني الناس بتشوفها بشكل غريب. وبرضو انا كنت بعمل حاجات غريبه جدا، يعني انا يعني انا عن نفسي دايما مش ما بحبش اجمل الكلام. فانا كان جات لي فترات في حياتي بعمل حاجات غريبه جدا انا نفسي دلوقتي بقعد اتفرج عليها واستغرب. يعني ببقى مش عارف انا عملتها ازاي. فدلوقتي انا دلوقتي يعني بعد الحاصل كل حياتي اللي حصلت، ايوه وصلت لنتيجه مهمه جدا وبقيت ستيبل شويه وبعمل حاجات يعني شبه الناس. شبه حلو. الناس العاديين. كان عمرو دايما كان يقول لي انا نفسي مش عايزك تبقى احسن واحد، انا نفسي تبقى عادي بس. تخيل الامنيه البسيطه. امنيه عاديه جدا، الراجل مش عايزني بقى يعني اي واحد بيتمنى لحد يقول له تبقى احسن حاجه تبقى، لا هو مش عايزني احسن حاجه، عايزك تبقى عادي. طب يعني احمد فدلوقتي ده اللي انا انت الان ستيبل وكده، بس برضه لازالت تطلع الاخبار. وسمعنا كمان الان عن كان في انه قضيه مع طليقتك الفنانه طبعا الشهيره سميه الخشاب، وانه انفرض عليك انك انحكم عليك انك تدفع 500,000 جنيه كمؤخر في قضيه الطلاق. حتدفع هذا المبلغ؟ حتنحل هذه القضيه؟ ايش اللي حيصير؟ والله ما اعرفش. بص هو القضايا اللي في القضاء دي بيحكم فيها القضاء، وانا يعني بشوف ان قضاءنا قضاء نزيه وعادل جدا جدا، وانا ما اقدرش اقول اي حاجه لان في ناس بتقول وفي محامي بيتكلم في الموضوع. ايوه انما الحاجات دي حاجات قديمه يعني. ايوه يعني الحاجات دي حاجات من ساعتها، يعني من ساعه المشاكل اللي حصلت. بس انا دلوقتي ما بحبش المشاكل ولا عايز اعمل مشاكل، لاني انا في فترة من الفترات كان السوشيال ميديا كله بيتكلم عني وكل الناس بتتكلم عن مشاكلي الـ 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 الشخصية. صحيح. وانا ما حبيتش ده. ايوه لا يعني انا دلوقتي بقيت المفروض ان انا اروح يعني اعمل برنامج توك شو بدل ما اغني، لان هو ده الاكتر الحاجات. ابدا ابدا لا تحرمنا لا من هالصوت ارجوك. من عشان كده بقى غيرت. أيوة. من عشان كده غيرت الموضوع خالص، وبقيت الناس دلوقتي بتتكلم عن الاغاني بتاعتي وعن حاجات اللي انا بعملها حلوه او وحشه او اي حاجه، بس هي دي شغلانتي الاساسيه. أيوة. ودي الحاجه. أيوة. اللي انا بحبها. لا الحقيقه بتتكلم عليها. الحقيقه يا احمد يعني الان الفتره الاخيره وخصوصا يعني كمان دحين مع رمضان والاعمال اللي انت عملتها، يعني فنك هو اللي متصدر الصراحه يعني. وانا يعني بقول لك عندك طلبات كثير كثير عليك، سالت نفسي هل ممكن تغنيها؟ تفضلي يا حبيبتي اطلبي. انا بحب الغنى جدا، بحب الغنى اكتر من الكلام. سالت نفسي يعني انا بتكلم احسن ما بغني. بغني احسن ما بتكلم. طيب سالت نفسي نختم فيها. سالت نفسي كتير مرستش يوم على بر، انا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر؟ مليان عيوب ولا خالي من الذنوب؟ ولا مليان عيوب ولا خالي من الذنوب؟ ولا الله 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 يحميك يا احمد. انت على فكره ختمتي بيها، لا عايزه تختمي بيها عشان حسيت ان هي اللي فيا، صح؟ انا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر؟ لا
لا لا احمد انت رائع، انت ما شاء الله عليك مغني ممتاز ودمك خفيف على فكره. شكرا لك، اسعدتنا جدا في حلقه اليوم، كان ضيفنا النجم احمد سعد، شكرا لك.